السلام عليكم شباب، رجعت لكم بحلقة جديدة. وطبعا يا شباب اليوم راح نشاهد معاكم العرض الدعائي لجي تي اي 6. ان شاء الله خلال الساعات القادمة راح تشوفوا اشياء اكثر ومنحلل معاكم يا شباب، فخلكم جاهزين وفعلوا جرس التنبيهات. اليوم يعتبر هو اليوم العالمي لجي تي اي 6. اهم حاجة اتأكد من الان انك مفعل جرس التنبيهات، لان اي حاجة اي تسريبة اي شيء يصير جديد بتشوفوني اول باول انزل. يا صباح الخير اللي جالس في هذه الحزة، صبحك الله بالخير. خلونا نشوف يا شباب. بسم الله على بركة الله. وقعد لحظة. الألوان يا شباب، ألوان هذه اللعبة غريبة، بنكية شوية كذا، صايرة وردية كانها. أوه شكله بيطلع من السجن. صدقوا هذا السور ده في السجن. هلا والله. Oh my god, the graphics. Look, I guess. سجينة. واو. Oh my god. Oh my god. الأجواء أكيد فيها طيران طبعا يا شباب. اوكي واو، تمساح داخل. والله في مهمات شكلها حقت أفلام. وال يا شباب، في لعب الجوال تسوي بث مباشر وانت تلعب أكيد. شوفوا شباب. والمجرمين عصابات، الله يستر. اوه ماي جاد، 2025. قلت لكم الاعلان بينزل بعد سنه بتلعب. الان يا شباب تحليل بسيط، مثل ما انتم شايفين في هذه اللقطه الاولى نشوف هذه البنت ويبدو انها اسبانيه مكسيكيه. فاللقطه هذه اللي قاعدين تشوفوها الان هي في السجن، واللقطه مبينه في صايره في غروب. احس اللعبه راح تبدا بهذه الاجواء يا شباب، وهذا الجو تقريبا كل مره احنا نشوفه في بدايه اللعبه، يحط لك اجواء غروب. ولكن اعتقد يا شباب ان انت قبل ما تطلع من السجن كبداية يمكن يخلوك تلعب بهذه البنت، انك بتلعب فيها، لان هي في شخصيتين انت راح تلعب فيهم، واضح هذا الشيء. بتلعب دور البنت يمكن في البداية، ويمكن بيخلوك تمشي في السجن شوية، بعدها ننتقل الى هذا المشهد يا شباب. وهذا المشهد تعودنا عليه احنا في الافلام، لما في سجين قرب انه يطلع لازم يسوي له مقابلة مبدئية، يشوف وضعه النفسي والاشياء هذه. فقاعدة تسألها يعني، طبعا هذه البنت يا شباب اسمها لوسية، وتسألها هذه المرة هل تعرفي ليش اتينا هنا؟ فاللي استنتجته انا الان هي واحدة من الثنتين، يا هي انها قربت تطلع من السجن، او انه في عملية هروب، في شخص بخليها تهرب. وهذه اللقطة طبعا معروف في المكان هذا، مفروض كلكم تعرفوا، هو في ميامي يا شباب. الشاطئ هذا والأشجار هذه معروفة في ميامي، والعمارات هذه ما شاء الله. في عندنا الطائرة هنا بس ما أدري وش مكتوب، كأنه مكتوب أرقام. روكستار تقدم كالعادة، هنا مناظر تبع ميامي. بعدها يطلع هذا القارب النفاث اللي أكيد راح نلعب فيه طبعا، وهذه طيور فلامينجو طبعا يا شباب. فبتكون في حيوانات، هذا اللي عرفت من خلال هذه اللقطة. وطبعا لو تلاحظوا يا شباب بين التمساح اللي من شوي شفناه، ادوها التمساح يا شباب. فراح تكون في حيوانات، اسود، نمور. هذا شيء طبعا اتمنى اني اشوفه في اللعبه، شيء بيكون رهيب. وهذه اللقطه طبعا واضح انها توحي بتكون في مهمه من خلال الطرادات، ونسرق حاجه معينه يمكن في الكونتينرات هنا. ما شاء الله الاضاءه لكن هنا حلوه عجبتني. زين هنا سيارة مرة سريعة في زباق، وهذا كأنه قاعد يصور يا شباب. وهذه اللقطة طبعا هنا وصولهم داخل المدينة خلينا نقول، وواضح ان هذه المنطقة يا شباب مثل ما انتم شايفين هي منطقة تعبيث السيارة. يا ابو فق
تعبيث السيارات يا شباب. هذا كأنه كابروس. طبعا احسن ما في الجزء هذا اكيد بتكون عدد الكاركترات اللي تمشي حولها، بيبين فيه حياة، بيبين فيه ناس كثير. فلو تلاحظوا يا شباب انه في شخصيات موجودة كثير في هذه المنطقة، فبتحس بالازدحام. بعدين نشوف العصابات، هذا رجل عصابة، اوه ماي جاد. لكن طبعا العرض هذا يا شباب يعتبر هو سينمائي والجرافيكس فيه مزود، احنا بعدنا ما نشوف العرض اللي من خلال الجيم بلاي. وهنا المدينة قاعدة تبين يعني في الليل، هنا سيارات واجد يا شباب سريعة. ما شاء الله، فراري، بورش، وهذا فراري بعد نفس الشيء يا شباب، فراري موديل جديد. والله في سيارات واجد، لامبورغيني. طبعا أكيد هنا يمكن في تخطيط إلى سباق، يمكن يعني كل سيارات سبورت. وهذا هنا في واحد قاعد يطر يا شباب، راح نشوف ناس تطر، راح نشوف فقارة. وهنا نفس الشيء طبعا، مكان حق مرقص. طبعا معظم المابات اللي في اللعبة احنا قد شفناها في العاب جراند، بس هذا الجسر احس اول مرة اشوفه، جسر ده مو ما شفناه من قبل يا شباب. ما اعرف وين هذه المنطقة يا شباب، بس اتوقع هي اللي تفصل، يعني خلينا نقول مثلا ان هنا تحت من بعد هذا الجسر ميامي، وهناك منطقة جديدة ثانية. هنا مثل ما انتم شايفين يا شباب، هذا بث مباشر لموضوع التمساح اللي وصل المدينة وقاعدين يحاولوا يصيدوه، واتوقع في النهاية هذا بصيده يمكن، واظن انه هو اكثر من تمساح، مو تمساح واحد اكيد، يمكن في ناس رموهم اصلا، لان تعرفوا الموضوع هو عصابات اصلا. هنا التمساح دخل البقالة، هنا نفس الشيء البوليس تدخل تداهم عصابة يا شباب، واعتقد طبعا نفس الشيء يمكن بيخلوك تلعب كرجل شرطة. هذه عاد اللقطة مو طبيعية يا شباب، شرطي قاعد يلحق. والله اللقطة دي كوميدية، بنشوف ناس امتان مرة يا شباب. عند هذه أغرب لقطة تعتبر، هذه الجدة يا شباب عندها مطارق، المرأة دي هي جارة البنت يمكن اللي طلعت من السجن. لو تلاحظوا هنا في الاسم يا شباب، هو اسم لشخصية مشهورة، شوف من هو رجع. فأتوقع العبارة هذه قاعدة توجه مثل ما قلت لكم إلى اللي طلعت من السجن البنت. هذه 100% بتكون في جيم بلاي، أنا أقول لكم بتكون في جيم بلاي، ويمكن بتصير في مشاكل. نفس الشيء المطاردات، وهذا أتوقع هو اللي هرب السجينة، هي اللي خلاها تهرب، لأن مثل ما أنتم شايفين هل هم هربوها أو هي هربت أو هي أوريدي طلعت بشكل سليم يعني. هنا مثل ما أنتم شايفين حادث حصل يا شباب، فيبدو أن الاثنين اللي كانوا مع بعض في السيارة سقعوا بس ما ماتوا، هذا شيء أكيد، وهربوا. هذا واحد من العصابة واضح طبعا، خوف البايكات شي، هذول عصابات يمارسوا هوايات معينة، وواضح انك كأن انت راح تكون متسابق، بتكون في لعبة سباق هنا، لأن لو تلاحظوا هنا على اليسار سيارة خضراء، ومبين انها سيارات معبثة يعني، وهذا متحدي. كالعادة الشخصيتين هذول اللي انت راح تلعب فيهم اكيد، هروب من جديد، بعدها يدخلوا هالاثنين محطة وقود نفس الشيء، وعملية سرقة. احس انهم شوية كثروا في موضوع لقطات السرقة، تحسوا لو ما تحسوا يا شباب، لأن التريلر هذا يا شباب هو يعتبر التريلر الأول، بيكون في عرض ثاني اكيد، لكن هذا هو الأساسي احس يعني، لانهم مسووا اصلا بث مباشر يا شباب، وان المفروض العرض ينزل الساعة 4 العصر، بس نزلوها الحزة، يمكن تسرب المقطع حق هذا العرض وقرروا انهم ينزلوه في وقت بدري كذا، لان احيانا روكستار يا شباب عندهم مشاكل في موضوع التسريب، كانوا محددين وقت وفجأة نزل هذا العرض، او يمكن هذا يكون عرض مبدئي وبعدها بنشوف عرض ثاني، ما اعتقد طبعا، واضح انه شكله تسرب يا شباب، هذا هو الاغلب. لكن ان شاء الله خلال الايام الجاية نشوف في لقطات، تسريبات، صور من جيم بلاي، اوكي؟ هذا اللي شفتوه مجرد عرض سينمائي يا شباب، بس يلخص لنا بعض الامور. وطبعا مثل ما انتم شايفين 2025 يعني ننتظر سنة كاملة عشان نلعب هذه اللعبة. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش رايكم بهذا الاعلان اللي انتم شفتوه، واي معلومة عندك واي فكرة يا ليت لو انك تشاركني وياها وتكتبها تحت في التعليقات، ترى اقرا التعليقات واعطيكم كلكم القلوب. يعطيكم العافية، أهم حاجة الآن تأكد أنكم فعل جرس التنبيهات ودعس لايك، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.